بسم الله، عملنا الاضافه والتعديل والحذف للكاستمرز. عايزين بقى المره دي نشتغل على الايمج. الايمج احنا كنا اخدنا في فيديوهات قبل كده في الكورسات اللي هي كانت ممهده للكورس ده، كنا اخدنا ازاي ناخدها كداتا مع بيانات ونعمل لها ابلوك كفايل. لكن المره دي انا عايز يعني اشتغل على ان انا سايبها جوه مين، جوه الداتابيس. فعملت كانتري كاستمرز وابديت 1، لان برضو بابديت بروح على الريكورد بتاع الشخص واحط له الصوره. طبعا ما تشتغلش ان ده لوحده وده لوحده، كده كده احنا ان شاء الله مثلا لو احنا شغالين هنبعت كل ده بيتم ورا في الكود، فانا هبعت الاثنين مفيش عندي مشكله. بس بتاكد الاول ان الكاستمر بعت اعمل الايه، اضيف له صورته بتاع الصوره بتاعته ما فيهاش مشكله يعني. عملت ابديت 1 وهي عايز ااكد ان انا الكاستمر دوت كاست ان هو يكون زي الايه البارامتر المبعوث عندي فوق من ريكورد دوت بارامز دوت كاست ان هو خلاص، فكده هيوصل للريكورد اللي انا عايزه. تمام. الست بقى اللي انا عايز اضيفها او التعديل اللي انا عايز اضيفها، كل التعديل اللي انا عايز اضيفها هي تعديله واحده، ان انا عايز اعدل القيمه بتاعه الايه الكاست ايمج. فهقول له كاستمرز واحط علامه الدولار ساين عشان يبقى عارف انا وصل لانه ريكورد، والكاست ايمج هي دي اللي انا عايز اديها قيمه. قيمتها هتيجي منين؟ المفروض هي جايه لي كلها على بعضها عباره عن صوره، صح كده؟ فانا اقول له ريكوست بادي، لان البادي اللي جاي لي كله انا مفترض ان اللي جاي لي كله عباره عن صوره بس، واليو ار ال متحدد فيه الايه الريكورد نمبر اللي هو بالنسبه لي الكانتري والكاست ان او. كلام جميل. طيب، واعمل بس الكول باك فانكشن، اخد الكول باك فانكشن من فوق وتعالى نحطها تحت. تمام ماشي. اف ان الايرور ريتيرن ايرور والسكسس هقول له ان بس الايه الكاستمر ايمج updated او created او uploaded successfully. ماشي اوكي. طبعا قلت قبل كده ان احنا بنحب نعمل ابلود، لكن هنسيب المره دي جوه الداتابيز. طبعا بيبقى في شويه مشاكل في التسيب جوه الداتابيز، الحجم ومش عارف ايه والكلام زي كده، لكن وبتبقى سكيور وكل حاجه. لكن طبعا اليو ار ال برده بيبقى ساعات مفيد جدا وبنعمل عليه شغل كتير كفايل يعني. بس نشوف دي ودي، نشوف دي ونشوف دي. انا خدت بس اليو ار ال معايا كوبي ورحت عملت ريكوست جديد، قلت له ان احنا عايزين نقاد كاستمر ايمج ونضيفها على البنك باك اوف باك اند، وتعالى نعمل بيست لنفس اليو ار ال. كل اللي محتاجين ان احنا نغيره ان هو اد كاستمر، مش ديليت كاستمر، نخليها اد كاستمر ايمج، كانت مكتوبه كده في الراوتنج، ومن غير ديليت اللي في الاخر دي شلناها تقريبا كده. مظبوط مظبوط. اد كاستمر ايمج والاي دي والكاستمر، مفيش طبعا اثنين، ده الاثنين المره اللي فاتت، فخلينا على ايه، على عادل. وهقول له طبعا دي بوت لان بتعمل تعديل، وبادي خليها على اليو ار ال انكودد. لا، هشتغلها المره دي على ايه، على باينري عشان ارفع فايل، واروح ادور على اي ايه، اي صوره عندي، وتعالى ايه نسند ونشوف هيحصل ايه. طول وما ادانيش ريسبونس، ريكوست من غير ريسبونس. طيب ادي الكاستمر ايمج مظبوطه ولا لا؟ وماشي، وادي الفانكشن بتاعتنا. تعالى نتاكد ان الفانكشن دي اصلا راح لها. ماشي، ممكن ريسبونس البادي ذات نفسه، يعني نعمل كونسول لوج كده على الريكوست دوت بادي جاي لي اصلا في الايمج ستريم. او طبعا خد بالك نفس الطريقه تنفع للبي دي اف، للفايلز كله هو نفس الطريقه يعني، ولا في مشكله. طبعا كان رد عليا وقال لي مفيش ريسبونس، قلت له ماشي انا بس هعمل كده. طبعا انا عارف انه مش هيحصل ريسبونس، بس مفترض ان هو طبع لي الايه البادي زي ما احنا شايفين، طبعه لي فاضي، معناه ان هو ما وصلش يعني. ريكوست دوت بادي بالنسبه لنا ما جابتش داتا مظبوطه. طب ايه؟ ممكن يكون طبعا حجم الداتا كبير فبياخد وقت كده في التحميل، وما بيعملش، ما بيوصلش النتيجه غير بعد فتره، فممكن ايه، او بيبعت البادي فاضي. فانا غيرت الصوره. ماشي، تعال نشوف. رمى داتا بعد ما غيرت الصوره اهي. دي اسمها الايمج ستريم او الفايل ستريم. فايل ستريم بتبقى شويه علامات كده مش لخبطه. طبعا تلاحظ العلامه الاخيره دي علامه قفله الجيسون، وفي الاول هتلاقي قفله الجيسون برضو اولها فين، ممكن يكون الستريم كبير طبعا.
اقولها برضو افرت جيسون، ده برضو بالنسبه لي حاجه مش كويسه يعني، دي خارج فكره الايمج. انت لو عملت اي صوره كده هيروح يفتحها كده على النوت باد هتلاقي التكست ده هو اللي موجود، بس ما تفتحش على برنامج صور، افتحها على نوت باد فهتلاقي نفس الاستريم بس من غير طبعا العلامات اللي هي بتاعتنا دي. فقلت له ماشي، انا هلت هعرف ايمج اي ام جي واحط جواها الريكوست دوت ايه دوت بادي، بحيث ان انا خدت الريكوست اللي جالي كله او الاستريم كله وحطيته جوه فاريبل اسمه ايمج، بس هعمله جيسون دوت سترينج فاي عشان عايز اقطع منه العلامتين اللي هم الايه العلامتين بتوع البدايه والنهايه اللي هو الكيرلي بريسز دي. فلو عملت كونسول دوت لوج كده بعد ما عملت سترينج فاي هتلاقي المشكله اللي طلعت عندي ان بقت العلامتين بتوع الكيرلي بريسز ومعاهم كمان دبل كوتيشن عشان انت عملت سترينج فاي. فانا عايز اطلع بقى الايه العلامات بتاعه الكيرلي بريسز ديت والدبل كوتيشن من الاول ومن الاخر عشان تبقى بس الايه الاستريم بتاع الصوره سليم، بحيث لما نيجي نعرضها فيما بعد تبقى مظبوطه معايا وما فيهاش مشكله. فانا هعمل ايه؟ هقول له ماشي اوكي، خلي الايمج بتساوي وعايز بقى اقطع، فهقول له ايمج دوت سب اس تي ار، عايز اقص من النص. قال لي هتبدا منين؟ قلت له هبدا من 2 عشان 0 و1 بالنسبه لي 0 علامه الكيرلي بريسز والواحد بالنسبه لي الايه؟ الدبل كوتيشن كوما. لغايه فين تقطع؟ قلت له اللينس بتاعها كلها ناقص 4 عشان الاثنين الكيرلي بريسز والدبل كوتيشن في الاول والدبل كوتيشن والكيرلي بريسز في الاخر، كل ده بالنسبه لي يطلع بره حسباني. وبكده ما اجي اسلمه بقى الداتا هسلمه الايه؟ الايمج بشكل مباشر، اللي هي بعد ما قطعت منها عملت سترنج فاي وقطعت منها الحتتين الزايدين دول وبقت الصوره يعني الاستريم بتاع الصوره الاصلي او بتاع الفايل، يعني دي بتنفع معانا في الفايلز برضو. نفس الصوره عملت بقى سند المره دي، طول شويه في السندنج برضو ما ادانيش ريسبونس. ماشي نرجع نرفع كده تمام، كنسل الريكوست مش مشكله تاني. اوكي ماشي، ممكن نجرب تاني. هي الايمج مظبوطه بعد التعديل نو بروبليما. ماشي اوكي ما اعتقدش ان في اي مشكله في الكود. قفلت الكود ذات نفسه. قوس شايف القوس مقفول فين؟ القوس بتاع نهايه الفانكشن مقفول قبل الايه الكول باك فانكشن، فطبعا في مش عارف هو ماشيها ازاي. فكده كوما ادي الكول باك فانكشن واقفل بقى القوس بتاع الايه القوس بتاعه الفانكشن بتاعتي اللي هي هتعمل عمليه الابديت دي اللي كانت عامله معانا لفه. تمام كده هي بتاعه الابديت 1 كويس جدا، عملنا سيف وخلاص رن ناو جديد. تعال نرفع بقى الفايل وندوس على سند. قال لي كاستمر ايمج ابلود سكسسفلي، قلت له اشوف بعناية، اروح على المونجو. هنا الشخص طبعا كانت النوت الايمج بتاعتي كانت فاضيه، اللي هي الكاستمر ايمج ما كانتش موجوده اصلا لان ما كانش ليها وجود، ما كانش فيها داتا. طيب قلت له ماشي افتح بقى كده اعمل ريفريش، تعال نخش على عادل. لقينا فعلا عادل ان هو بقى ايه كاست ايمج وجاي لي باينري ورمالي الايه الباينري ستريم. المفترض هنزود بس فانكشن كده تريترن ليا الداتا بتاعت الايه بتاعت الكاستمر، الديتيلز بتاعته بتاع الكاستمر بس بعينه، احذف له ويجيب لي الكاستمر داتا يعني الكاستمر ديتيلز، نبقى نزودها ان شاء الله في فيديو تاني بحيث نجيب الكاستمر ديتيلز، لان ما كانش عندنا غير ان احنا بنجيب كله. يعني لو رحت عملت كده سند هنا قال لي نال، طبعا ان البلد دي كانت اتحذفت تقريبا او الريكورد ده اتحذف، فتعالى نجيب الريكورد اللي هو بتاع ايجيبت، نعمل بيست ونعمل سند. ده كان بيجيب لي ايه الداتا كلها زي ما احنا شايفين بتاعت الريكورد كله بكل الكاستمرز اللي فيها بكل الناس اللي فيها، وجابها لي زي ما انتم شايفين باينر اهي ليها تايب وليها داتا، وحادف لي بقى ايه تفاصيل الايه الاستريمنج او الباينري داتا بتاعته. طيب كلام جميل، احنا مش محتاجين دلوقتي طبعا ده شكل من الاشكال، احنا محتاجين نعمل فانكشن تجيب لي الكاستمر ديتيلز، ممكن نخليها تجيب لي بس الكاستمر ايمج زي ما انا عايز. نشوفها ان شاء الله في فيديو تاني.